وحين وصل الأمير الأكبر إلى الغابة المجهولة من أجل القيلولة، صادف كلباً جوعان دنا من الطعام من غير استئذان، فطرده الأمير بتعجرف ولم يحسن التصرف، ففقد شرط النبل وما أوصاه الشيخ من قبل. ثم وصل إلى مدينة غريبة يضحك أهلها بطريقة عجيبة، فأعجبته الحكاية وكانت تلك النهاية. فقد التقى أميرتها الحسناء وعاملها بغباء، ففقد شرط الذكاء، وكان مصيره سجن مرصود، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود. أما في المملكة التي أضحت كئيبة، فكان الأمير الأصغر يرى أحلاماً غريبة. أتعتقد أن ما رأيته ما هو إلا أضغاث أحلام مبعثها قلقي الكبير على أمي؟ بل هي الرؤيا يا أميري الطيب. الرؤيا؟ نعم، لقد سبقت الزمن ورأيت ما يجب أن تراه. هل تعني أن الحصان المجنح والطائر الذهبي موجودان حقا؟ نعم يا ولدي نعم. أتسمح لي بأن أقول لك يا ولدي؟ لك ذلك أيها الحكيم الطيب. شكرا لك يا ولدي. هذا يعني أن زهرة قوس قزح موجودة أيضا. وهل كنت تشك في ذلك؟ بل كنت متيقنا كل اليقين، إلا أنني أشعر بارتياح عظيم لأن أخي الأكبر لن يعود خائبا، سيحضر الزهرة لتشفي أمي. أرجو ألا تستبق الأحداث يا أميري. لماذا؟ لأن أخاك الأكبر لم يعد بعد. ولكن أعتقد ألم أقل لك إن لكل شيء وقته؟ المهم ألا تقص ما رأيته في منامك على أحد. مضى علي من الوقت هنا في ضيافتكم يا هذا. وماذا يهمك في ما يهمني؟ أبعد من أنفك أيها الغبي. لا أعتقد أن هناك ما هو أبعد من أنفي أيها السجين. سجين؟ وتقول لي سجين؟ أنا أمير وولي عهد أيها الغبي. أمير تشرفنا، وأنا اسمي نذير. يا نذير الشؤم، قلت لك إنني أمير. نملة تحدث، وأنا نذير وحارس أيضا. تحدث كثيرا. يا لهذه المدينة الغريبة الأطوار. اسمع، أريد أن أخرج من هنا بأسرع وقت ممكن.
ولكن لم يمر عام بعد. ماذا؟ وهل سأبقى هنا حتى ذلك الحين؟ طبعا طبعا، وإلا كيف سنحتفل بيوم إعدامك؟ يوم إعدامي؟ طبعا يوم إعدامك سيكون في يوم غضب الأميرة. يا لحسن حظك. يوم غضب الأميرة؟ يا لهذه المناسبة العظيمة. إنه أهم احتفال في المدينة يا صديقي أمير. لست صديقك، إنني أمير وولي عهد أيها الغبي. وأنا قلت لك إني حارس. هي اسمع يا صديقي نذير، قل لي كم بقي لي من هذا العام عندكم هنا؟ وماذا يهمك في هذا يا أخي أمير؟ ويدعوني بأخي أمير. ماذا تقول أيها الحكيم في غياب ولدي الذي رحل وكان من المنتظر أن يصل؟ سيصل بإذن الله يا مولاي، محملا بالزهرة إياها. أشك بذلك. اسكت وحق الله، أي كلام مشؤوم هذا؟ قد مر شهران وأنت تؤجل سفري من أسبوع إلى أسبوع يا أبتي. إذن لي بالرحيل كي يبحث عن أخي قبل أن يفوت الأوان. لا أجرؤ على إرسالك يا بني. اسمح لي أن أذهب يا مولاي، فأنا واثق من أنني سأعثر عليه وعلى زهرة قوس قزح أيضا. أنت يا صغيري. فليغفر لي مولاي إن قلت إنني لم أعد صغيرا. هل تريد أن تفهمنا أنك قادر على كل شيء حتى على أن تكون وليا للعهد؟ إنما قصدت أن أطمئن مولاي على أخي الأكبر ولي العهد وعلى أم الغارقة في غيبوبة. أعرف يا مولاي أنني قد تسببت لك بعظيم القلق، ولتسامحني على ذلك، ولكن وحق السماء إنني أرى الأمير الأكبر عائدا إليكم كما أراكم الآن في هذا المجلس الموقر. إنما يذهب القلق عن نفسي هو هذا الهدوء الذي يملأ محياك أيها الحكيم الجليل. توكل على الله وارسل الأمير الأوسط. تعني أن الأكبر لن يعود إلا بذهاب الأوسط؟ توكل على الله يا مولاي. لماذا لا أذهب أنا أيها الشيخ الطيب؟ لكل شيء وقته يا أمير الصغير. توكلت على الله، وها أنا ذا أقول لك اذهب يا ولدي برعاية الله، ولتعد إلينا سالما غانما. وسأكون كما عاهدتني يا مولاي، مخلصا نبيلا وشجاعا، ولن أعود إلا وبصحبة أخي وزهرة قوس قزح. وليأذن لي مولاي أن أودع أمي الملكة وأسألها البركة. بوركت يا ولدي، وما عهدتك إلا كذلك، مخلصا نبيلا شجاعا. ادعي لي يا أمي وملكتي التوفيق، ما أنا ذاهب إلا من أجلك كما ذهب أخي من قبل، ولن نعود إلا ومعنا ذلك الدواء الشافي. ودعني أمي.
أحضر الحصان. إلى اللقاء يا أبي. Thank you.
لو أن أحد الخدم قدم معي ليعد لي الطعام، ما أدفعها أن أقوم بذلك بنفسي. أريد أن أكل وأنام. كم أنا جائع، مضى أسبوع ولم أتمكن من اصطياد شيء. يبدو أن الطرائد نادرة الوجود في هذا المكان الملعون. لابد أنها طريدة. أين أنت ها؟ لا تخافي يا عزيزتي، لن أصيبك بأذى، فقط سأشويك ثم آكلك. ها؟ أين أنت؟ اقتربي. أين أنت ها؟ كلب، لعنة الله عليك. ما هذا الحظ ها؟ اعتقدت أنه طريدة، فإذا به يريد مشاركة الطريدة. هل تحب الزهور يا بني؟ ومن لا يحب الزهور أيها الحكيم الطيب؟ أمي كانت تعشقها، ولكني لم ألحظ أي زهرة في غرفتي. كانت أمي تحب الزهور وهي على أغصانها وتشفق عليها من القطاف. وأنت؟ وأنا كذلك أحب الزهور على أغصانها، فكيف لي أن أرضى لها ما لا أرضاه لنفسي؟ وما الذي لا ترضاه لنفسك؟ أن أقتلع من حضن أمي الحنون، وكذلك الزهور. لا تحب أن تبتعد عن أمي. يعجبني رقة مشاعرك وحنون قلبك يا أمينة، ولكن قد تضطر يوما أن تبتعد عن أمك. هل تعني أني قد أضطر إلى الذهاب بحثا عن زهرة قوس قزح؟ يعجبني ذكاؤك. وأخواي ألن يعودا بها؟ أنا لم أقل ذلك. هذا ما فهمته من تلميحك أيها الحكيم. إنما قلت قد، وقد تعني ربما، وربما تعني احتمالين، قد تضطر إلى الرحيل وقد لا تضطر. لو أنك أقنعت والدي بذهابي عوضا عن أخي الأوسط. وهل ترضى أن تضيع على أخيك فرصة الحصول على الزهرة ومن ثم الحصول على العرش؟ ما يهمني هو تجنيب شقيقي مشقة البحث والتعرض للخطر، والأهم من ذلك العودة بالزهرة بأسرع ما يمكن.
مدينة؟ إن صدق ظني أنا الفطين الداهية، سوف أجد ضالتي في هذه المدينة، مع أني أتمنى أن يكون أخي سالما، لكن ما أتمناه أكثر هو أن أحظى بالزهرة قبله. قد أكون غريبا، لكنني أمير موعود بولاية عهد أيها الوغد. أهلا بالأمير الموعود في هذا اليوم المشهود. هذا اليوم المشهود. قل لي يا هذا، ما سبب هذا البكاء؟ ها، أهي هزيمة في معركة؟ بل أفضع، أفضع يا مولاي. إذن الأمر يتعلق بصحة الملك. بل أفضع، أفضع يا مولاي. موته؟ الله. ماذا إذن؟ لم يعد هناك من سبب يستدعي هذا العويل. بل هناك ما يستدعي يا مولاي، بل هناك ما يستدعي. وما هو؟ إنه يوم حزن الأميرة يا مولاي. يوم حزن الأميرة؟ لم أفهم. لا داعي لذلك يا مولاي، لا داعي لذلك. المهم أن تحزن لحزن الأميرة. قل لي يا هذا، ما هو سبب حزن الأميرة؟ ليس هناك سبب لحزنها يا مولاي، إنها حزينة وهذا يكفي. قد وصلت الأميرة، هيا هيا بنا نخرج لمواساتها يا سمو الأمير. ماذا؟ مواساتها؟ وما شأني أنا في هذه المهزلة؟ مهزلة؟ مهزلة؟
أرجوك أرجوك يا مولاي أخفض صوتك وإلا قضي عليك. أضحكتني يا هذا، ومن يجرؤ على ذلك؟ أرجوك أرجوك يا مولاي لا تضحك، إنه يوم حزنها وليس فرحها. وهل لها يوم فرح أيضا؟ هيا يا هذا، هيا لنخرج ونتفرج. مضى وقت طويل علي، كثير بالملل والوحدة. هيا هيا لنلهو قليلا. هيا حمار، أميرة على ظهر حمار. أرجوك يا مولاي ألا تضحك توسل إليك، أنت لا تعرف غضب الأميرة. دخل الأوسط نفس المكان، فهل يسقط في الامتحان؟ أيلتقي شقيقه أم يتابع طريقه؟ يا زهرة الحياة عيد الفرح للمملكة السعيدة أنت النجاح، يا زهرة الحياة عيد الفرح للمملكة السعيدة أنت النجاح، أنت النجاح أنت الحياة يا